طارت شايبة طارت المسافة ما فيها حيلة يعني تقريبا 200 متر تقريبا 300 يا سلام مشكور يا ابو عدنان يا مخرجنا تيسير شنابله شكرا شكرا بمصبح راح الطير غصاب بمصبح راح الطير العامري ايضا شكرا نشكرك جزيل الشكر مع الشايبة نزف التهاني والناموس لك وقلنا مرة ثانية سلام وصباح الخير لاخواننا في الوقان هناك تهانينا والناموس الوقان في العين ولا وين العين دار زين الله يا العين دوم 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 سلم على العين دوم هذه الشايبة هذه الشايبة هذه الشايبة تهانينا والناموس لغصاب مصبح راعي الطير العامري مالكي هذه العملة النادرة ما شاء الله تبارك الله و تصل في المركز الثاني روعة مسلم مصالح من طرشوم العامري المركز الثالث الهمالة شاهين خلفان راشد المزروعي سلام وين 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 هالبرير هالبرير قال لي ابو سلطان قال لي ابو سلطان قال لي في البدايه قال هالبرير يا ابو سلام وهذه بالفعل بالفعل سلام تحيه لاخواني في البرير هناك مع هذه مع هذا الناموس ومع قوه هذه الذلول اللي مسيطره مصره يبادل هذل لكن صامده ما شاء الله ما شاء الله تهانينا على فوز مقصصه لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لجتبي بدون اي ضغوط كان الامور ساكنه لدى مقصص الان مريحه عملاقه شوط المهجرات ذلل الاول تصل وتعلن الفوز بالمركز الاول تهانينا لمالكها السيد عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لاجتبي المركز الثاني الظبي للسيد سيف بن سهيل بن شلثم الخيلي المركز الثالث شرف للسيد محمد بن حمد البريدي و تميز الاداء معلن 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 عرف عراية التهديد واعلن شديد اللهجة والشامي لازال مسيطر معلن والشامي اللحظات الاخيرة اللحظات الحرجة الشامي ومعلن ونحن نغترم من المنصة الرئيسية نغترم من خط النهاية يا الله يا العرياني يا الله يا العتيبي يا سلام يا سلام اللحظات الاخيرة اللحظات الحرجة معركة طاحنة على أرضية هذا الميدان معلن معلن تهانينا للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله الاعتيبي على فوز معلن تهانينا للإعلامي الكبير والمحلل نوار بن دخيل الله الاعتيبي على هذا الأداء الذي قدمه معلن في هذا الشوط المركز الثاني الشامي للسيد علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني المركز الثالث المركز الثالث خداع للسيد محمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري و الجاري الجاري اللي بدأ ينطلق في هذه اللحظات واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة يا السلام المتحد المتحد هو الأقرب هو الأقرب لناموس هذا الشوط سلام سلوب سلام الساد سلام تحية واحترام مع هذا الأداء المثير اللي قدمه المتحد تهانينا تهانينا لسالم بن محمد بوثم العامري على فوز المتحد بالمركز الأول وبدون اي منافس ايضا على الاطلاق يغترب من خط النهاية تهانينا لسالم بن محمد بوثم العامري على فوز المتحد بالمركز الاول تهانينا والناموس وسلام سلوب سلام يا ساد سلام مع الاداء المثير اللي قدمه المتحد ولحظات وصوله الى خط النهاية المركز الثاني الجاري يصل مع المركز الثاني لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي إلى منطقة الأمان
منطقة الأمان مع الذيبة، وها هي الذيبة تغترب من المنصة الرئيسية، تغترب من خط النهاية، لكن بالكديدة قادم مع سلهود مع ترشيح بن غراب إلى المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، أشكرك أشكرك يا أبو مبارك، أعطيناها الحرية لكن هو قال ما تستاهل الذيبة، برايها عصات تراجدة في البطان لين توصل الفوعة، بعد ما توصل خط النهاية. تهانينا بنقول سلام سلام عليكم يا أهل الفوعة، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد محمد بن خير بن عزيز الشريفي على فوز الذيبة بالمركز الأول بهذا الأداء المتميز الذي قدمته في هذا الشوط. المركز الثاني سلهودة للسيد سلطان بن حميد بن سلطان بن الكديدة الفلاسي، وفي المركز الثالث الدرعية للسيد حميد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاجتبي. انطلقت غنايم بناموس هذا الشوط، سلوب سلام مرغب سلام، تحية واحترام، تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على فوز غنايم بالمركز الأول وبدون أي منافس بدون أي منازع. تباعد المسافة تباعد المسافة، غنايم على الصدارة، غنايم على المقدمة، سلام مرغب سلام مع الأداء المتميز اللي تقدمه غنايم. تهانينا لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي قائد العمليات في الفرقة، 11 ولحظات لحظات وصول غنايم إلى خط النهاية. تهانينا لعلي بن راشد بن حمد بن غدير على فوز غنايم بالمركز الأول وبدون أي منافس تصل إلى خط النهاية، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني شديدة لحمد بن حمد لحمد بن هادي بن حمد البريدي المركز الثالث. مشاهدينا متابعين الكرام بالدوحة لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الأداء، وشكرا يا المضمر الهادي، شكرا أيضا يا سعيد بن عبد الهادي على أداء نبع وانتزاعه الصدارة والمقدمة والمركز الأول. يباعد المسافة بين وبين البقية، ها هو تشاهدون على الصدارة وعلى المركز الأول بانفرادة ولا أروع، من انفراده على الصدارة على المقدمة. تابع يلي بتابع هنا، وأداء نبع على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، سلام سلام لأهالي دولة قطر وخاصة أن منطقة الهواجر، وها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني هنا يصل المختبر على المركز الثاني المهير بن علي ابراهيم الكليب، المركز الثالث هناك معزم لمحمد بن سوين بن محمد الدرعي. المركز هذه السلالة متخصص في سلالة المتحد، مقدم سلالة المتحد، ولكن دير بالك دير بالك من بن حلوكة، بن حلوكة يترصد، بن حلوكة مركز في المسار حتى هذه اللحظات. البدع البدع خليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة، يا سلام يا سلام، يبا يودي السلام هناك لأهالي الشمال هناك في المنطقة، يا سلام في رأس الخيمة، يا سلام يا سلام. ولكن المتحد المتحد ينطلق بالمركز الأول من شلط بن شعيفان بن مصرت السبيعي، المارك المعروفة عند الشاعر مصرت بن شعيفان بولا اثنين السبيعي، يقدم سلالة المتحد الأمتار الأخيرة. بن حلوكة قادم، يا سلام البدع، ولكن المتحد تانينا مصرت بن شعيفان بولا اثنين السبيعي، بينما المركز الثاني البدع الخليفة بن سالم بسعيد بن حلوكة، والمركز الثالث وصل في شاهين محمد بن سالم بن محمد وثم العامري في ثالث المراكز. سلام والتحديات التحديات جميلة جميلة، ولكن هنا الصدارة
مع ظن 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 ومرموقه ظن ومرموقه مرموقه وظن مرموقه تتسلل مرموقه تتسلل على الصداره على المقدمه على المركز الاول كعادتها. ها هي مرموقه هنا على الصداره على المقدمه على المركز الاول وبنتريم من الجانب الاخر بنتريم قادم بنتريم 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 ومرموقه بنتريم يا سلام يا سلام الشاهينيه ومرموقه شاهينيه ومرموقه اللحظات الاخيره شاهينيه مرموقه شاهينيه شاهينيه تتسلل على الصداره على المركز الاول تهانينا تهانينا لهنا لعمران بن سلطان بنتريم على فوز الشاهينيه بالمركز الاول المركز الثاني مرموقه من وصلت على المركز الثاني لمحمد بن سالم بن محمد بثم المركز الثالث الرخامية بناتتنا على المركز الثالث سالم بن حمد بن ربير ظن في المركز ومنصورة لكن الظبي من فرده الظبي تتسلل الظبي لموقعة الناموس والظبي تحاول وحشيمة تحاول اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة 400 متر الأخيرة الظبي حشيمة تسللت حشيمة مشاهدين الأعزاء تتسلل إلى المركز الأول تتسلل إلى صدارة هذا الشوط سيف بن خليفة الضبيب الشامسي لكن هناك القادمة سلاب حميد بن سالم بالقوبع وحذاري اللحظات الأخيرة 200 متر الأخيرة لكن حذاري حشيمة مسيطرة الظبي حشيمة الظبي ولكن سلابة حشيمة الظبي اللحظات الأخيرة حشيمة الظبي سلابة حشيمة الظبي وسلوب تسلب الشوط في اللحظات الأخيرة تانينا والناموس حميد بن سالم بالقوبع المركز الثاني سيف بن خليفة الضبيب الشامسي المركز الثالث الظبي مشاهدينا الأعزاء علي بن سالم لبريص المري مشارك في قمة الشوط لكن موكب يعني خذلة راحة في المقدمة خذلة تقدم وخذلة مسافة في انطلاقته على المركز الأول وأحمد بن محمد بن كراد المهيري على صدارة الشوط والناموس لكن بن قعيط يحاول اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة يا بن قعيط اللحظة الأخيرة وشاهين يتسلل على حساب موكب وشاهين وموكب وشاهدينا الأعزاء ولكن شاهين انتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة في اللحظات المثيرة موكب مشاهدين الأعزاء أو شاهين سعيد بن قعيط المنهالي واسعد الله صباحك على الفوز والانتصار شاهين كان مشاهدين الأعزاء قد المسؤولية وقد الاهتمام حيث انطلق وفاز بناموسي هذا الشوط تحية واحترام لك يا بن قعيط على الفوز والناموس سعيد بن قعيط المنهالي تهانينا والناموس المركز الثاني موكب أحمد بن محمد بن كراد المهيري المركز الثالث كفو محمد بن عبيد بن خليفة الطليجي لكن أعود إلى المراكز الأولى أعود إلى المركز الأول راح بن سرود راح بن سرود الخيالي انطلق إلى المركز الأول انطلق إلى الانطلاق الأول يا سلام خلاص الظاهر أنه هو الذي مقدم الذيب وهو من بيختم أشواطي صباحي هذا اليوم مع الذيب علي بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي انفرد الذيب بالمركز الأول بعد المسافة انطلق التحدي الجميل وزاد من سرعته في النهاية بعد مغادرته وبعد 8 كيلو سلام أرماح سلام لأهالي أرماح الذيب علي بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي يعلن الفوز في هذا الشوط تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني وصل فيه الغزال مبارك بن بطي بالهواش الخيالي والمركز الثالث اللي هم كفي لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي